هو المطبخ. هذا المطبخ لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا بقول لكل واحد حر، لكل واحد حر أن ينظر ماذا يفعل فينا عصابات الأسد. حسبي الله ونعم الوكيل. أما والله والله لو حرقت ما حرقت وقتلت أولادنا لن نتخلى عن هذه الثورة بإذن واحد أحد، لأنه الله معنا مهما كان معك دبابات وصواريخ وراجمات وكله، إحنا الله معنا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبي الله ونعم الوكيل. خلي هالمتخاذلين وهالعالم تنظر تشوف شو قاعد بعمل بالإسلام. إحنا لأنهم عصابات إيران، عصابات إيران وروسيا والصين، حسبي الله حسبي الله ونعم الوكيل. إحنا لأنه طلعوا فيلم مسيء للرسول صلى الله عليه وسلم قوم الدنيا وقعدوها. إحنا رب العالمين بنزل 100 مرة الإهون والرسول وبكفروا ورب العالمين وما حدا مساوي. وين الإسلام؟